السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في التقرير اليومي الجديد المقدم من ثينك ماركتس، معكم محمد زيدان. النهارده الخبر الاهم هو تقرير وظائف غير زراعيه للولايات المتحده، واللي متوقع ان ينجح الاقتصاد الامريكي في اضافه 163 الف وظيفه مقارنه بالقراءه السابقه 145 الف وظيفه، وكمان نمو معدل او ارتفاع معدل نمو الاجور ل 13% على اساس شهري مقارنه بالقراءه اللي هي 10% في القراءة السابقة. الخبر ده هيكون الساعة 4:30 توقيت المملكة العربية السعودية، وهيكون ليه تأثير قوي كالمعتاد، خبر شهري ودايما تتجه للإنذار لأن هو بيبقى قراءات استباقية لما سوف يقوم له الفيدرالي الأمريكي. ولكن بشكل عام تغيرت شهية المخاطر بشكل ملحوظ في خلال تداولات اليومين الأخيرين، طبعا ده جاي بسبب عديد من العوامل. أول حاجة البنوك المركزية كانت سخية في دعم الأسواق بالسيولة بشكل واضح، سواء في الاقتصاد الأمريكي أو الفيدرال الأمريكي او بنك مركزي الشعب الصيني، وده اللي حسن شهيه المخاطر. تاني حاجه انتقال عدوى كورونا فايروس او وتيره الانتقال بدات في الانخفاض مع انباء وجود بعض التعافي وكمان السيطره على الانتشار، فبالتالي ده برضو خلى الاسواق تركز على الاساسيات اللي هي حد ما ارقام ايجابيه لو بصينا الارقام الاقتصاديه بشكل واضح. اخيرا وليس اخيرا برضو من اللي حسن شهيه المخاطر هو فشل عزل ترامب، وده بيوضح قوه ترامب الموجوده في الوضع السياسي في الولايات المتحده، ويزيد من سيناريوهات ان هو يبدا او ينجح في الانتخابات القادمه. وبرضو الصين من منتصف فبراير وهي الولايات المتحده هيبدا يخفض التعريف الى النصف على المنتجات، وده طبقا للاتفاقيه المبدئيه او الاتفاقيه الاولى اللي عملوها اول السنه. طيب تاثير كورونا على الأرقام الاقتصادية مش هنشوفه، لأن الأرقام دي مش هتشوفه دلوقتي، لأن الأرقام دي بتعكس أداء شهر يناير، ممكن نشوف أرقام اللي هتعكس أداء شهر فبراير، ولأن هي الأحداث حصلت في أول أسبوع، مع إن الأحداث كانت لحد ما تم السيطرة عليها في وقت قصير، ممكن الأرقام ما تكونش سيئة في أمريكا أو أوروبا زي ما هتكون في الصين أو الدول المجاورة للصين. تعال نشوف التحليل الفني ونشوف إيه أهم المستويات اللي متابعها. اول حاجه نبدا باليورو دولار اللي هو واضح عليه الضغط البيعي بشكل واضح لو بصيت على التيار الزمني اليومي، وشفنا نجاح السوق في كسر مستويات ال 10 80 اللي اسف ال 1.10 واللي هي 990 كمان، وبزخم بقى قوي، وده كنا ذكرناه في تقرير سابقه، ده اللي بيفتح المجال قدامنا للسوق ان احنا نبدا نشوفه عند ال 890 في تداولات على المدى القصير. زخم بقى واضح، كل حاجه واضح بتأيد مزيد من الهبوط. حتى لو شفنا عمليات جني ارباح وتصحيح صعودي، اهم حاجه ما دام السوق بشكل عام تحت ال 10 30 فسيناريو الهبوط هو السيناريو الاكثر احتمالا. الجنيه الاسترليني برغم التقلبات ولكن بدأت الاشارات الفنيه تبقى اوضح في التداولات الاخيره، وشفنا كسر سلبي مفاجئ كسر سلبي مفاجئ للنموذج التصحيحي، ودوت اللي بيفتح المجال امام الجنيه الاسترليني ان هو يعود ل 28.50 ومنها لل 27.50، بس مش شرط ما اشوفش اي صعود تاني فوق مستويات 30.50 اللي هي بقت النقطه المحوريه ما بين السيناريو الصعود والهبوط. لو بصينا على الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي انتهوا من الحركه التصحيحيه وبدانا نخش في موجه هابطه. الدولار الاسترالي خلاص يعتبر كسر مستوى دعم مهم اللي هو عند 66.80 دلوقتي. لو بصينا على التيار الزمني الاسبوعي اهدافنا هتبقى اكثر سلبيه، وخلينا نصغر الشارت ونجيب هيبقى اكثر سلبيه، وتبدا اهدافنا عند ال 64 ومنها لل 63 80. اول حاجه هدفنا للاسف خلينا نرجع، اول حاجه هتبقى 65 30، خلينا نوضحها 65 30 ومنها ال 64 20، وعلى المدى الطويل هتوصل ل 63 ولكن هياخد وقت. ولكن الكسر واضح، حتى نيوزيلندي لو نشوف استكمال اتجاه الهابط كسر مستوى دعم مهم، هو يقع يعني عند مستوى الدعم قد نرى بعض الارتداد يوم الجمعه واغلاقات ممكن يطلع 64 50، ولكن بشكل عام البيع هو السيناريو الافضل عليه لاستهداف مستويات 62 70. هيبدا السيناريو الهابط هو السيناريو الافضل بالنسبه لنا او الاكثر احتمالا ما دام السوق ما قفلهاش فوق ال 65 مره اخرى. الدولار الامريكي مقابل الكندي بيشارف على كسر الترند الهابط على الاتجاه الاسبوعي زي ما انت شايف كده. لو شفنا نجاح السوق في الاغلاقات الاسبوعيه ان هو يستقر فوق 33 اهدافنا هتبقى عند 34 80، اهم حاجه ما اشوفش اي هبوط تاني تحت 32 50. بالنسبه للدولار الامريكي مقابل الين صعود ممكن يكون صعود متواضع لانه وصل لمستويات مقاومه مهمه، عندنا احنا هدفنا 110 50 ذكرناها في التقارير السابقه، 110 50 اسف خلينا نكتب 110 50 ومنها لل 111 على المدى القصير. اهم حاجه ان انا ما ارجعش اشوف اي اغلاقات تاني تحت ال 139 المنطقه المهمه، حتى لو شفت اي عمليات جني ارباح او هبوط تاني مره كلها فرص تمثل فرص للشراء. الدولار الامريكي مقابل الفرنك السويسري على طرز من الاربع ساعات وصل لحد السفلي للحركه العرضيه،
ودوت اللي بيخلينا نفضل سيناريو بيع، حتى ان في زخم بيعي في زخم شرائي برضو، ولكن سيناريو العوده الهبوط مره اخرى هو سيناريو محتمل، لان بفترض 80% من عمليات الكسر دايما بتفشل، وبالتالي لو فشل اي عمليه كسر هنا هيبقى البيع افضل والرجوع لمستويات 96 80 مره اخرى. فيما لو بقى شفت اخلاق اسبوعي فوق السبعه و90 80 يبقى كده خرج من الحركه العرضيه، واهدافنا عند 98 50، ولكن ده سيناريو غير محتمل، ولكن برضه هو عندك اهم مستتبه تتابعها عشان لو انت بتؤيد فكره الشراء او البيع. بالنسبه للذهب شايفه انه حركه عرضيه بالرغم من وصوله 1568، هو شايفه انه هو حركه عرضيه ما بين 1552 و1565، ديت الحركة اللي السوق هيفضل بينها. عشان أبدأ أقول إن السوق حقيقي هيقدر يخسر ويطلع تاني كامل اتجاه الصاعد، وده سيناريو لا أتوقعه، لازم أشوف إغلاقات أسبوعية فوق 68 إلا 72، وقتها هبدأ أقول السوق رايح 88 ومن على 95، غير كده هرجع تاني لمستويات 52. وعشان أبدأ أقول إن هو هيكمل اتجاه الهابط، إغلاق أسبوعي تحت 52 يرجعنا ل 1535، وده اللي أتوقعه إن احنا هنبدأ في استمرار الموجة الهابطة التصحيحية ونجاح الكسر في 52. عامة دلوقتي في وصول 68 أتوقع إن هو يرجع تاني تحت 65 مرة أخرى. النفط الأمريكي سلبي جدا مع إنه شايفين إشارات سلبية، حاول يعني يطلع بعض الصعود ولكن فشل في الإغلاق أعلى مستويات مقاومة اللي هي 51.5، ده إشارة مش إيجابية بشكل عام، فبالتالي ده بيفتح المساحة تاني إن احنا نبدأ نشوف هبوط على الأقل يأكد على الدعم المنطقة 49 80 اللي هي منطقة الدعم الأخيرة لغاية ما نشوف قرار أوبك. ولكن يعني الاستقرار هنا بما بين المسلسل الريادي دوت شيء محتمل. عشان السوق يبدأ يرجع تاني لازم أشوف فوق إغلاق فوق 51 80، هبدأ بقى كده أخش موجة تصحية وأرجع ل 55 مرة أخرى، قبلها 53 وبعديها 55، كسر 49 80 أهدافها تبقى $46 للبرميل. البيتكوين بيتكمل اتجاه الصعود، واضح ان هو بيستهدف 10,511 زي ما احنا قلنا في التقارير السابقه، كانت عمليات جني ارباح طفيفه وفرص الشراء وذكرتها كذا مره عن 9500 طبعا تجاوزها، و9500 تمثل الدعم الحالي، واستمرار اتجاه الصعود هو السيناريو المحتمل. الداو جونز الى حد ما في صعوبة في توقعاته، هو بشكل عام بيكمل اتجاه الصعود ونجح كمان هو يخترق قمة قياسية يوصل 29,500، أتوقع إن هو 29,750 ومنها لل 30,000 سيناريو مش مستبعد تماما في كل الأحوال، ودي بسبب العوامل الأساسية اللي ذكرتها في أول التقرير. حتى لو قريت عمليات هبوط ل 150 أو 29,050 كلها فرص الشراء للعودة لاستكمال اتجاه الصعود. أهم حاجة ما أشوفش إغلاق أسبوعي تحت المستوى المحوري دوت على المدى القصير اللي هو اسف، لا ده ابعد من كده، لو رحنا الاربع ساعات هنشوفها بشكل اوضح. لا خلينا نروح الاربع ساعات، ايوه اللي هو ده مستوى الدعم دوت، انا عاوز اشوف استقرار السوق حتى لو طلعت لحد ما الشرطات شبه بعضيها على طراز زمنيه. المستوى المهم دوت ده ممكن الاقي عمليات تصحيح ترجع السوق يرجع عليه صعود، اهم حاجه ما يقفلش تحت 29,050 او 28,000 بس الظروف 920 880، دي مستويات لازم يتماسك اعلاها عشان نبدا نقول اتجاه الصاعد، واي هبوط بالنسبه لنا يمثل فرص الشراء. ممكن 250 مش جذابه، عندك ال 150 29,050 وتدي مساحه كبيره للدا جونز ان هو بيحب يتحرك بتقلبات مرتفعه. ده باختصار اهم مستويات دعم المقاومه النهارده، اتمنى لكم افضل التمنيات، تداول موفق. كان معكم محمد زيدان، مع السلامه.